بعد ما الإنسان اكتشف النار من آلاف السنين وقدر يوظفها في حاجات كتيرة جدا زي الطهي وزي التدفئة، لكن فضلت النار لمئات السنين بل لآلاف السنين هي الوسيلة الرئيسية للإنارة للإنسان، لحد ما الإنسان قدر يكتشف إن حواليه في الكون في شحنات كهربائية كتير موجودة، حتى في جسمه نفسه قدر يلاحظ إن في شحنات كهربائية موجودة في جسم الإنسان، ومن هنا قدر الإنسان يكتشف إن في حاجة اسمها كهرباء، وإن الكهرباء دي ممكن يتم استخدامها في حاجات كتيرة قوي. ظهرت الكهرباء إمتى والإنسان اتعرف عليها إزاي وقدر يوظفها في إيه؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة مع بعض، خليكم معنا. سنة 600 قبل الميلاد اكتشف تيلز اوف ميلتس التيار الكهربائي او الشحنة الكهربائية عن طريق فركه للامبير، واللي ولد كهرباء واللي بيسموها النهاردة الكهرباء الساخنة او الكهرباء السخنة. لكن اكتشاف الكهرباء الحقيقي كان سنة 1600 لما قام الطبيب ويليام جيلبرت اللي هو كان طبيب الملكة إليزابيث الأولى، لما ترجم الكلمة اليونانية كلمة الكهرمان لكلمة electricity أو كهرباء باللغة الإنجليزية لما هو ترجمها. من هنا عمل inspiration أو ألهم العلماء بأن هو في حاجة اسمها كهرباء، وأن في شيء بيتولد نتيجة المغناطيسية أو الجاذبية اللي موجودة، والشيء ده بيولد لنا كهرباء. والفكرة دي أو الترجمة دي ألهمت علماء كتير بعده ووصلتهم للاكتشافات الكتير اللي هنقولها في الحلقة بتاعت النهاردة. يعني باختصار كل اللي كان الناس تعرفه عن الكهرباء قبل أفكار ويليام جيلبرت كان أن الحجر ليه خصائص جاذبية وأن هو ممكن يجذب الأشياء، برضو كذلك العنبر لو جبناه وفركناه ونفخنا فيه برضو بيبقى ليه خصائص جذب وممكن يجذب أشياء تانية حواليه نقدر نستخدمه علشان نلزق الأشياء في بعض. دي كانت كل الأفكار اللي الناس تعرفها عن المغناطيسية والكهرباء قبل الأفكار بتاعت ويليام جيلبرت. لكن لما جه ويليام جيلبرت وألهم الناس دي بالأفكار بتاعته، جه بعد كده علماء كتير ووصلوا لأفكار تانية كتير في الكهرباء اللي هنعرفها دلوقتي مع بعض. سنة 1660 اخترع العالم الألماني أوتو فان جويرك أول جهاز يصنع أو يولد كهرباء سخنة في الوقت ده. بعد كده سنة 1675 جه روبرت بويل واكتشف إن القوة الجاذبية اللي موجودة حوالينا على كوكب الأرض ليها خصائص جذب، والخصائص دي بتولد كهرباء، واكتشف إن الموجات اللي موجودة في الفراغ حوالينا ممكن نستخدمها علشان نولد منها كهرباء. ودي كانت بداية الطريق اللي وصلت ستيفن جراي لاكتشاف أول تيار كهربي وتوصيله سنة 1727. باختصار شديد إزاي أصلاً إحنا بنولد الكهرباء؟ يعني الكهرباء موجودة والشحنات الكهربائية موجودة حوالينا في كل حتة، حتى جسمنا نفسه فيه شحنات كهربائية، لكن الفكرة إزاي أصلاً إحنا بنولد الكهرباء دي؟ مبدئياً باختصار شديد علشان نولد الكهرباء إحنا بنحول الطاقة الميكانيكية لطاقة كهربائية. طب ازاي يا عم بنحول الطاقة الميكانيكية للكهرباء؟ وبعدين اصلا استنى، انت ما قلتليش اصلا يعني ايه طاقة ميكانيكية؟ دي ميكانيكية دي يعني ورشة يعني وميكانيكي وبتاع ولا ايه الميكانيكا دي؟ انت رجعتنا لايام الفيزياء وال ايه يا عم مالك؟ ايه الميكانيكية دي؟ ايه ده، انا هقول لك. مبدئيا الطاقة الميكانيكية هي الطاقة اللي بتتولد عن طريق احتكاك اي جسمين مع بعض. ايديك نفسهم لو انت حكيتهم في بعض جامد جدا هيولدوا حرارة، والحرارة دي ممكن اساسا تجذب الاشياء ليها، ومن هنا الطاقة الميكانيكية دي احنا بقى بنحولها لطاقة كهربائية عن طريق اجهزة معينة وشوية معدات معينة. طيب ازاي بقى احنا بنحول الطاقة الميكانيكية دي لطاقة كهربائية؟ باختصار شديد لو جيت شرحت لك فكرة المولد الكهربائي الكبير قوي، هتلاقي ان المولد ده باختصار بيكون مكون من جسم. الجسم دوت المفروض انه بيوصل تيار كهربائي. الجسم ده ممكن يبقى سلك او قطعة نحاس او اي معدن من المعادن اللي بتوصل التيار الكهربي. تمام. القطعة دي بيكون في نهايتها عبارة عن كرة مغناطيسية. الكرة المغناطيسية ديت متوصلة بعمود دائري، العمود دوت ملفوف حواليه كمية كبيرة جدا من الاسلاك. لحد كده تمام. لما العمود دوت بيلف فبتتحرك معاه الكرة المغناطيسية اللي تحت،
فالكرة المغناطيسية بتولد شحنات مغناطيسية، الشحنات دي بتولد كهرباء، والكهرباء دي بتبدأ تتدفق للأسلاك اللي موجودة في العمود الدائري اللي اتكلمنا عنه. لكن الشحنات اللي بتكون موجودة بتكون شحنات كهربائية ضعيفة، فالأسلاك دي كلها جميع الشحنات اللي اتولدت في كل سلك بتبدأ تتحد في الجسم اللي اتكلمنا عنه في الأول اللي بيوصل الكهرباء، فجميع الشحنات الضعيفة دي بتتوحد في شحنة كهربائية كبيرة جدا اللي هي بتكون في المولد، واللي بنقدر بعد كده بقى نوزعها على الأقسام اللي احنا عايزين نوزعها فيها، زي ما بيحصل في المدن مثلا، بيبقى فيه مولد كهرباء كبير بيبدأ يوزع الكهرباء بتاعه على أجزاء أو أقسام المدينة دي، زي في المطار برضو بالظبط لما بيكون فيه مولدات كهربية كبيرة وبتبدأ توزع الكهرباء على جميع الأماكن أو المناطق اللي موجودة في المطار. كده باختصار عرفنا إزاي أصلاً إحنا بنولد التيار الكهربي علشان خاطر نبقى عندنا الفكرة كاملة أو الصورة كاملة. لكن السؤال اللي يهمنا هنا، أنا ما يهمنيش كمواطن بسيط، ما يهمنيش يا عم الكهرباء اللي بيستخدموها في المطار والكهرباء اللي بيستخدموها في المصانع واللي بيستخدموها في المناجم وفي الحاجات الكبيرة قوي دي. بالنسبة لي أنا كمواطن اللي يهمني في الكهرباء بشكل عام، يعني الكهرباء اللي بستخدمها بشكل يومي في حياتي، يعني اللمبة اللي بنورها علشان أشوف أنا بعمل في البيت او في الشغل، التليفون اللي بشحنه، التلاجة اللي في البيت علشان الصيف والفرهدة والاكل ما يبص، فكل الاستخدامات دي بيرجع مرجوعها للمصباح الكهربائي اللي بينور لنا كل مكان في حياتنا. لكن السؤال هنا، هل فعليا توماس اديسون هو اللي اخترع المصباح الكهربائي ولا الموضوع ورا ناس تانيين؟ تعالوا نشوف مع بعض. مبدئيا وما تتصدمش، اول مصباح كهربائي تم اختراعه كان سنة 1802 على ايد هامفري ديفي، وده كان اول مصباح كهربائي يعرفه كوكب الارض. لكن المشكلة في المصباح ده كانت ان الاضاءة بتاعت المصباح قوية جدا، فالعين البشرية ما تستحملش الاضاءة دي، يعني باختصار الموضوع ما كانش عملي ان انا اقدر اسوقه وابيعه للناس علشان يستخدموه في بيوتهم، لان الاضاءة بتاعته قوية جدا فصعب ان الناس تستخدمه. وده كان اول مصباح كهربائي تم اختراعه على كوكب الارض. بعد كده سنة 1840 جه وارن ديلر واخترع مصباح كهربائي جديد بديزاين جديد او بتصميم جديد، وكان تمام جدا وما كانش فيه اي مشاكل. لكن المشكلة الوحيدة اللي قابلتنا مع المصباح ده انه كان مصنوع من البلاتينيوم، والبلاتينيوم غالي جدا، فالناس ما قدرتش ان هي تشتري المصباح ده علشان تستخدمه في بيوتها. يعني باختصار تخيل مثلا في وقتنا النهاردة ان انا قلت لك اللمبة ب10,000 جنيه تشتريها؟ لا يا بابا، اجيب شمعة وراح دماغي. فدي كانت المشكلة اللي واجهت المصباح بتاع وارن ديلر اللي اكتشفه او اخترعه سنة 1840. بعد كده جه جوزيف ويلسون سنة 1850 واخترع مصباح كهربائي جديد، وكان كل حاجة فيه تمام بقى، ومش بلاتينيوم ولا غالي، والاضاءة بتاعته تمام التمام وزي الفل. لكن المشكلة الوحيدة اللي قابلته انه كان المصباح عمره قصير، يعني يشتغل شوية كده والله يرحمه، فبرضه ممشيش الحال مع المصباح بتاع جوزيف ويلسون. سنة 1874 اكتشف العالم الكندي هنري وودورد وزميله ماتيو إيفانس أول مصباح كهربائي فعليا ما فيهوش أي مشاكل، وكانت الدنيا تمام جدا، وكان المفروض ان الاختراع ده كوميرشالي بقى او تجاريا يتسوق ويتباع، لكن قابلته مشاكل كبيرة جدا في كندا، وما قدرش ان هو ياخد تصريح او ياخد لايسنس علشان يعمل الموضوع بشكل تجاري، مع انه كان واخد فيه براءة اختراع. وده اللي اضطره بعد فترة من الزمن انه يبيع المشروع لتوماس اديسون في امريكا. باع المشروع لتوماس اديسون يا نجم، يعني الموضوع مش بتاع توماس اديسون ولا حاجة. يلا المهم، باع المشروع او باع الفكرة لتوماس اديسون، والكلام ده تم سنة 1878. في السنة ديت اللي اشترى فيها توماس اديسون الفكرة او الاختراع بتاع هنري وودورد وماثيو ايفانس، اخد الفكرة واشتغل عليها وطورها، وقدر يطور مصباح كهربائي يشتغل لمدة 1200 ساعة. طب يا عم، ما الراجل اهو ما سرقش الفكره على الفاضي، يعني ما الراجل طور في الموضوع واشتغل عليه وتعب وشقي لغايه ما خلاه يشتغل 1200 ساعه. يعني هو هنري وودورد وماتيو ايفانس خلوه يشتغل 1200 ساعه، هو توماس اديسون اللي ليه الحق؟ ما قلتش حاجه والله يا نجم، الموضوع تمام، الراجل تعب وشقي، لكن المفروض انه يدي الحق لاصحابه، يعني يقول ان انا خدت الفكره ديت من هنري وودورد وماتيو ايفانس واشتغلت عليها وطورتها ولغايه ما طلعت الفكره الجديده ديت وطورت الفكره بتاعتهم وخلت المصباح يشتغل 1200 ساعه.
لكن هو خد اللقطة كلها لوحده يا نجم، وقال لك أنا اللي عملت المصباح الكهربائي وتوماس إديسون، وضحكوا علينا في المدارس زمان وقال لك توماس إديسون وهو اللي ظبط التظابيط. يلا يا عم الراجل مات، هو هنعمل ايه؟ هو مات خلاص بقى مش مشكلة، وبعدين ادينا عرفنا المعلومة واللمبة شغالة شغالة. زي ما قلنا كده ان توماس إديسون طور الفكرة وظبطها وخلى المصباح يشتغل لمدة 1200 ساعة، وجي في شهر نوفمبر سنة 1879 وأعلن عن الاكتشاف بتاعه دوت، وبدأ الموضوع يتم التسويق ليه تجاريا، وبدأ المصباح الكهربائي ينتشر في كل بيوت كوكب الأرض من التاريخ دوت أو من سنة 1879. في النهاية وصلنا للي وصلنا له النهاردة، والناس طورت المصباح بتاع إديسون، ووصلنا دلوقتي بقى لللمبات الليد والموفرة واللي معرفش ايه وايه وايه. لكن في النهاية حابب ألفت نظركم لأن الكهرباء مهمة جدا 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 في حياتنا، مش بس علشان نستخدم الإضاءة بتاعتها أو ننور بيها. تخيل لو الكوكب دوت اتقطعت عنه الكهرباء لمدة أسبوع، لا كتير يعني، تخيل لو الكوكب بتاعنا ده اتقطعت عنه الكهرباء لمدة 24 ساعة، مش هقولك أسبوع أو شهر، 24 ساعة الكهرباء مفيش. يا عم عادي، ما احنا في مصر بتقطع عندنا الكهرباء باليومين ثلاثة، ايه المشكلة؟ ما بنعيش عادي وبنقضيها. يا عم انا ما بتكلمش عن الكهرباء اللي بتقطع عندك في البيت، وبعدين بطل اشتغالات بقى وما تبقاش ظالم، يعني الكهرباء ما بتقطعش 24 ساعة في مصر ولا حاجة، هي كبيرة ساعتين ثلاثة وبتيجي، والحمد لله دلوقتي ما بتقطعش خالص يعني. تخيل لو الكوكب بتاعنا ده الكهرباء قطعت عنه 24 ساعة، كمية الخسائر اللي الكوكب هيخسرها بالمليارات. المصانع بتشتغل بالكهرباء، الطرق حتى الإنارة بتاعت الطرق كهرباء، العجلات اللي بتمشي كهرباء، كل حاجة محتاجة الكهرباء في الكوكب اللي احنا عايشين فيه ده. حتى الأكل والشرب بتاعنا في الصيف اللي احنا فيه ده من غير كهرباء شكرا، الأكل هيبوظ والدنيا هتبوظ. فالكهرباء مهمة جدا 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 في حياتنا كبني أدمين النهاردة، وما نقدرش نستغنى عنها. علشان كده لازم نحافظ على الكهرباء ديت، وما نهدرش الكهرباء بتاعتنا من غير اي داعي. يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قلناها في الحلقة ديت، ويا رب ان شاء الله المعلومات دي تنفعكم وتكون اضافت ليكم شوية معلومات، ولو انتوا عارفين المعلومات دي اصلا قبل كده اهو عملنا ريفريش مع بعض، وان شاء الله يا رب دايما نشوفكم على خير. وما تنساش لو عجبك الفيديو تلايك وتسبسكرايب واعمل شير بالمرة كمان، واشوفكم في حلقة جديدة من حلقات البداية مع أحمد المصطفى. سلام عليكم.